يمكن علمك كلمة حذاري ليوم تنساها اخدم صاحبك خدمة اذا الخدمة تمناها واذا تكبرنا على النعمة تلاقينا فقدناها هل واذا تكبرنا على النعمة هل تلاقينا هل فقدناها في ناس بترسم الرسمة لكن على الكيف تبغاها وناس بتقرع الخدمة بتعرف ايش معناها يا شوفوا الطقس علينا عاطفين إله العرش علينا عاطفين شوفوا الطقس علينا عاطفين إله العرش علينا عاطفين والله بهنيكم والله بهنيكم يا ولاد المرحوم الحج مصطفى عبد اللطيف بلهجي عاطفي ان شاء الله بتفرحوا بكل الشباب يا ولحالي والحالي والحالي يا باي يا باي يا باي